فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في هذه الأيام وبسبب تشغيل المكيفات في البيوت لا نسمع الأذان، فهل توجد مسافة محدودة توجب الحضور إلى المسجد عند سماعه؟ المسافة قريبة، عدم حضورك ما هو عن بعد، البعد ما في بعد، لكن صار عندك مكيف، هذا ما هو بعذر، هذا ما هو بعذر عن الحضور، يجب عليك الحضور. نعم، لو كنت أصقى ما توحي وانت بجنب المسجد ما عليك حضور، عليك حضور. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.